خلينا نبتدي يومنا النهارده ونقول للمشاهدين عندنا ايه، لانه احنا النهارده عندنا فقره مهمه جدا مع زميلتنا رشا مجدي اللي موجوده دلوقتي في لندن علشان تقوم بتغطيه حيه ومباشره من العاصمه البريطانيه لندن، وهتبدا عرض قطع اثريه من مقبره الملك توت عنخ امون اعتبارا من النهارده، وده في اطار اخر جوله عالميه لتلك الاثار قبل عودتها لمصر بشكل نهائي. وطبعا بتشارك اكتر من 150 قطعه، منها تماثيل طبعا ومنحوتات وبوق فضي وسرير جنائزي في معرض توت عنخ امون. كنوز الفرعون الذهبي بصاله عرض ساتشي في العاصمه البريطانيه. خلوني اقول لكم ان ده طبعا في اطار الاحتفال بمرور 100 سنه على اكتشاف مقبره توت عنخ امون، ودي على فكره اول مره بتسمح فيها مصر بخروج العدد الكبير ده من القطع الاثريه من البلد. فقره مهمه جدا انا بدعو حضراتكم ان انتوا تتابعوها، ان شاء الله هتكون معانا النهارده في حلقه صباح البلد.